في رحاب الشركات وتحت سماء السقف الصائط يتابع كائن الموظف حسابه البنكي من مكتبه، وها هو الفخ. سم في عسل لا يقاوم. يطمع كائن الموظف في حفظ بياناته تجنبا لكتابتها مرة أخرى. هل سيستسلم لغريزة الكسل؟ نعم، أصبح فريسة للهكر. ما تخليش نفسك سيدة سهلة، ما تحفظش كلمة السر البنكية الخاصة بيك على أي جهاز. لو بياناتك راحت، فلوسك راحت. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.